بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نعمة وبركة وسلام من الآب أبو المجد أبو الأنوار ربنا يسوع المسيح. معكم سرية. أنا شفت المسيح 7 مرات في حياتي. النهاردة الجزء 27 أبناء المجد. أبناء النور والمجد يتحركون كالظبي. ربنا أعلن وقال أنا أبوك هو الآب وانت وكن كالظبي او كخفر الايائل على جبال الاطياب. واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. هو الاب وانتم الابناء، هو ابو المجد وانتم ابناء المجد، هو ابو الانوار وانتم ابناء النور. قلنا قبل كده الانسان روح ونفس وجسد، وبسلم القياده لروح الله، لان كل الذين ينقادون بروح الله فاولئك هم ابناء الله. الآية الثانية وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. ألاحظ تراب الأرض جسدك، نسمة الحياة الروح بتكون النفس الحية بين الاثنين. ولتحفظ روحكم ونفوسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. روح نفس جسد، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. فرح القلب ده النفس، ابتهاج الروح وجسدي يسكن مطمئنا. أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجح. كل ده بيوريك أهمية النفس والجسد والروح. ألاحظ أن النفس ليها حواس ومشاعر في قلب النفس، وليها ذهن وده مكان الإدراك والفهم، والنفس بتكون شخصيتك وبتقرر المسار والمصير الذي يسلكه الإنسان. مستنيرة عيون أذهانكم، النفس فيها حواس، وعلشان كده اهتم ربنا بالنفس اهتمام خاص وجاء ليشفيها من جروحها وألمها، تمرد ورفض وخوف وكبرياء وغضب إلى آخر. الرسمة اللي نازلة ليك للروح والنفس والجسد أنا خدتها من الدكتور سامح موريس. الروح والنفس والجسد بالطريقة اللي هي نازلة قدامك، أنا عايزاك تتخيلها بطريقة زي كده، الجسد في الأرض، النفس في الوسط، الروح من فوق. علشان تقدر نفهمها أكتر أنا بتخيل إن أنا واقف كده على الأرض في الكرة الأرضية كده، فالأرض اللي أنا واقف عليها هي الجسد، السماء الزرقاء اللي فوق خالص هعتبرها الروح، والمسافة اللي بين السماء والأرض اعتبرها النفس، لأن الإنسان نفسه هو كون لوحده. فعايزة أقولك إن النفس ليها أجزاء، ما تحت السحاب واللي فوق السحاب، ولما تطلع لفوق شوية وتوصل لمنطقة الكواكب كمان والنجوم والقمر والشمس، وتطلع لفوق شوية لحد ما توصل للسماء. عشان كده النفس فيها أجزاء. في أشعياء النبي كان بيتكلم عن المسيح جه ليعزي كل النائحين، ليعطيهم جمال عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوض عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. كان بيحدد التأثير المدمر للجراح والأحزان على النفس واليأس على روح الإنسان. وبص على الصورة عشان تقدر يعني ناخد بالنا شوي. قال المسيح روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. لو النفس شفيت وكانت صافية ونقية ومتزنة تتملي بالمجد، نور الروح القدس المتحد بروحك يوصل لأرضك أي لجسدك ويتحرك كالظبي. لكن لو النفس مجروحة ومنحنية وحزينة تبقى مليانة غيوم تفصل بين الروح والجسد، والنور الروح ما يوصلش لأرضك يعني جسدك. جه المسيح وقال لأبشر المساكين، روحيا دي بشارة غفران، لأعصب منكسر القلوب دي نفسيا شفاء للنفس، لأنادي للمسبيين بالعتق من القيود لربما تكون أسبابها روحية أو نفسية. ومع قداسة وطهارة الجسد والتسلط عليه بالصوم يبقى روح الإنسان غني بالروح القدس، خاضع وطائع ومنسحق له، والنفس مضطجعة وخاضعة طيعة للروح، وكذلك الجسد للنفس، يبقى الكيان كله في وحدة واحدة، تتجمع الدوائر دي مع بعض اللي احنا كنا حاطينها وتبقى بالصورة اني نازلة.
لما تتجمع الدوائر تحت قيادة الروح القدس الموجودة وسط كيان الإنسان هيتزن الإنسان، هيبقى شكله زي البيضة المسلوقة. ولما أقلل من الاهتمام للجسد تبقى زي البيضة، القشرة الخارجية الجسد، البياض النفس والصفار الداخلي هو الروح المتحدة بروح الله، فتكون حياة جديدة، يبقى جواك حياة وقيامة جديدة ومجد وبهاء. عشان كده بناخد رمز البيضة في القيامة، إن جوه القبر كان المسيح حي، وإنت جوه قشرة جسدك المتحرك بخفية، وجواك كيان واحد وحي ومتحد بروح الله. لما الإنسان كان في عدن كان مستمتع بوجود الله، وكان سعيد فكان يعمل الأرض ويتسلط عليه. اتفقنا الأرض جسدك، تسلط على جسدك واستعبده وإقمعه وإجعله يعمل بخفية. من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه؟ الطاهر اليدين، النقي القلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا، يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاصه. هذا هو جيل الطالب الملتمسون وجهك. طهارة العمل بخفية الحركة، لا يسلك في الباطل، حفظ الحواس والنطق بالحق، كل ده مرتبط بالجسد والنفس. ارتفع عن الأرضيات يخليك أنت الجبل المملوء بالطيبات. ونقاء القلب مرتبط بالنفس وصفائها وشفائها. الملتمسون وجه ربنا ومركزين نظرهم عليه، يعني مستنيرين جسديا ونفسيا وروحيا بمنارة الروح القدس اللي فيك. يحمل بركة من عند الرب. ربنا بيسكب فيك في روحك أمطار النعمة، علشان انت اللي فيك حتة من الأرض، تعمل الأرض وتتسلط عليها يعني جسدك، وفي وحدة الآن في كيانك بين الجسد والنفس والروح، هتوصل النعمة والمجد من روحك لأرضك ومنها لكل الأراضي اللي حواليك، وتوصل النعمة والمجد لكل الأرض. التسلط يكون على جسدك وكل ما هو مادي، واللي يتسلط على جسده يقدر ينقل الجبال. مش من حقك تتسلط على الناس، أخد بالي، ربنا خلق الإنسان حر حتى في اختياره للخير والشر. التسلط على البشر من الشيطان، عشان كده بيوصل الإنسان لقتل أخوه. لو أنت زي سليمان مثلا، ملك لمملكة، بالمحبة تحكم وبالحكمة والسلام. وأنا دايما أكون حر في الحدود اللي بيوضحها لي ربنا، وتنتهي حريتي عند حدود الآخر، ويكون دايما بترتيب. الكواكب بتدور في مجرتها بحرية، وإن خرجت عنها تنفجر. النهر يجري حر في حدوده، والبحر كذلك، ولو خرجوا عن حدودهم بينتهوا تماما. إلهنا إله ترتيب ونظام، لازم أعرف فين حدودي ولا أخرج عنها، وأبناء الله عارفين حدودهم كويس. خذ من الآب واتملي، من إله أبيك الذي يعينك، ومن القادر على كل شيء الذي يباركك. تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط تحت. المجد دايما يملى السماوات والأرض. السماء والأرض لما يتقابل توصل بركات السماء للأرض. الرب الإله قال أنا أبوك وكان المطر، إذ أعطى قولا تكون كثرة مياه في السماوات ويسعد السحاب من أقاصي الأرض، صنع بروقا للمطر وأخرج الريح من خزائنه. ده عمل الروح القدس فينا، وده المجد من أبو المجد. المجد دايما بيظهر في شكل سحاب، وعلشان السحاب يبقى مطر والمجد يمطر عليك بالنعمة والبركات، صلي لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. اسجد وصلي واستقبل المجد والنعمة. انت هيك على الله وترى المجد في وجه يسوع. المجد دايما مرتبط بالنعمة، وإله كل نعمة. هاخد من تفسير الكتاب المقدس للعهد الجديد لأبونا تدرس يعقوب وأبونا أنطونيوس فكري. هنقول إحنا كلنا أبناء الله، مين هم أبناء وإيه صفاتهم؟ لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. أي شرف لنا أعظم من إحنا ندعى أبناء الخالق. عظيمة جدا هذه العطية التي وهبت لنا مجانا. ماذا ينتفع أولئك الذين يدعون أبناء والبنوة ليست عاملة فيهم؟
كم من أناس يدعون مسيحيين لكنهم بأعمالهم لم يوجدوا هكذا، لأنهم ليسوا مسيحيين لا في الحياة ولا في السلوك ولا في الخدمة ولا الإيمان والرجاء والمحبة، وكمان يعصرون الآخرين. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم إنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو، ونحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. وبهذا تكملت المحبة فينا أن يكون لنا ثقة في يوم الدين، لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. الموضوع كله محبة وتأمل، والروح ناظرة في عمق المحبة وعشرة مع ربنا. هي خبرة معاشة مع المسيح تصل لدرجة التلامس. هذه العشرة مع الله مطلوب مننا أن احنا ننمو فيها، فيكون لدينا الإمكانية لنمتلئ بالروح، فنسمع صوته يخبرنا عن المسيح ومحبته فنحبه، ومن يحبها يحفظ وصاياه وينفذ مشيئته ويثبت فيه كابن دايما ودايما. فكر أولاد الله وكيانهم بيكون مشغول بأمر الحياة الأبدية وبحضن الإب، عشان نوصل لقلب الإب وتنفيذ مشيئة الله. ومدامت روحنا ناظرة تجاه جمال الرب قائلة أما أنا فبالبر أنظر وجهك، أشبع إذا استيقظت بشبهك. فمن بركات التجسد إن ربنا يحولنا لصورته في القداسة والبر. الله بيملانا محبة، من يحب مش هيقدر يخطئ في حق من يحبه، ولا يقدر ولا يقبل إنه يحزن قلب ربنا. هو ما بيغلطش ليه؟ لأنه مشغول بربنا وتسبيحه، بيلقى نفسه في حضن النعمة الإلهية، تارك همومه ويومه في إيد الإله العظيم، متكل عليه في تدبير أموره. هو إنسان مكتفي وراضي بالقليل، سلمنا فصرنا نحمله. وبيظهر البر في محبة الله والإخوة، مش بس كده، ده بيبقى زي أبوه بيمطر على الأبرار والأشرار. بكده الإبن بيشبه أبوه، لأن خلاصه قريب من خائفيه ليسكن المجد في أرضنا. فبيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. في العهد القديم لما اتكلم ربنا مع موسى النبي وصار وجه موسى يلمع لدرجة إنه كان بيحط برقه على وجهه، وقال الرسول بولس إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بني إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح؟ قديس ماكاريوس الكبير بيقول كان المجد اللي ظهر على وجه موسى رمز للمجد الحقيقي، وكما لم يستطيع اليهود أنهم ينظروا لوجه موسى، هكذا فإن المسيحيين يحصلون على مجد النور في داخل نفوسهم، والظلمة فتضمحل وتهرب إذ لا تحتمل لمعان النور. إذن المجد في داخلنا والنور لأن الروح القدس ساكن فينا. يعني إيه إن مجد العهد القديم هنشبهه بالقمر والعهد الجديد بالشمس، وحينما ظهرت الشمس بنورها غطت على نور القمر، مجد القمر اختفى حين ظهر مجد الشمس في داخلنا. الأب غرغوريوس بيقول بفضل مجد الروح اللي أشرق على وجه موسى والذي لم يستطيع إنسان أن يحتمل التطلع إليه وظهر بالعلامة دي، إذن كيف تتمجد الأجساد بقيامة الأبرار؟ هذا المجد عينه هيخلي النفوس الأمينة أهلا لنوال الأمجاد في الإنسان الداخلي، إذ نتأمل في مجد الرب بوجه مكشوف، يعني في ذات الإنسان الداخلي يتجلى من مجد المجد حسب ذات الصورة، هناخد صورة المسيح ونعكس مجده. الأب غرغوريوس بيقول إن إحنا هنعكس مجد المسيح، ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع، وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الله هناك حرية، وإحنا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير لتلك الصورة عينها من مجد المجد كما من الرب الروح. قديس غرغوريوس بيقول توجد فايدة نزع برقع العروس، عينها أصبحت متثبتة على ربنا عشان تشوفه، وده طبعا بيمثل عمل الروح القدس الساكن فينا. يبقى كل دي حاجات مهمة قوي. بالرجوع لربنا ياخد هذا الإنسان في داخله الروح القدس اللي هو ربنا. الروح القدس يفتح العين والحواس الروحية لتعاين السماويات.
قال أكون مجدا في وسطها، فحيثما يحل الله يكون هناك المجد. نحكي صورة ربنا اللي فينا والله بمجده ساكن فينا الآن، إذ ننعم بالنور الإلهي والحرية الحقيقية، تتجدد طبيعتنا وتنمو كل يوم لكي نتشكل ونصير أيقونة المسيح خالقنا. وده اللي قال عنه بولس الرسول: يتمخض كمن يلد ليخرج من شعب غلاطيا أناس قد تصور المسيح فيهم، ومن يتصور المسيح فيهم يظهروا صورة مجده، بل يرتفعوا من مجد المجد يوم بعد يوم كلما نمت وظهرت فيهم صورة المسيح بوضوح أكتر فأكتر. أنت اللي هتظهر فيك صورة نور ومجد المسيح. كما كان موسى يكلم الله بوجه مكشوف فانطبع عليه نور الله، هكذا الآن كل المسيحيين هيصيروا كمرآة يعكسون نور الرب، يعكسوا صورة مجد الله للآخرين. فنحن لا ننظر فقط هذا المجد، ولكننا نتأثر به ويفعل فينا ويغير حياتنا ويجدد داخلنا، حتى كما تعكس المرآة الأشعة الساقطة عليه، هكذا نعكس نحن أيضا صورة مجد الرب. المسيح قال أنتم نور العالم لأننا بنعكس نوره للعالم. الآن هو عربون ما سيحدث في السماء، ونحن نعكس مجد الله بقدر ناخد بالنا هنا طهارتنا ونقاوتنا. فكلما تطهرنا نعكس المجد كمرآة. الآن ناخد صورة مجد الرب ونتقدم من درجة لدرجة في المجد، في درجة أسمى من مجد المجد. وكما هو الحال بالنسبة للشخص المستنير بالروح القدس، هو يتقدم وينمو من درجة لدرجة في طريق الكمال. ونحن ننظر مجد الله بوجه مكشوف، ولسنا كاليهود نضع برقوعا على وجوهنا. لذلك فمجد الله يظهر في وجوهنا والرب الممجد يتصور فينا. تتغير لتلقى الصورة عيله، ناخد صورة المسيح وهو على الأرض بينما نحن على الأرض. أما في السماء فهو يغير شكل جسد تواضعنا إلى صورة جسد مجده، ونصير مثله لأننا سنراه كما هو، أي نصير مثله لأننا سنراه، فنعكس صورته علينا. لقد خلقنا الله على صورته، فقدنا هذه الصورة بالخطية، وأتى المسيح ليعيدنا لصورة جسد مجده. فقصد الله لابد وأن يثبت كما من الرب الروح، وده عمل الروح القدس فينا. لذلك علينا أن نصلي لكي نمتلئ بالروح، والروح يغيرنا، والروح يغيرنا لصورة المجد وينور روحك. ارجع لربنا، هو من نور ونار، هو ساكن فيك وحواليك بنور ونار. خلي طبيعتك ذهب نقي مصفى بالنار في النقاء، وفي قوة روحك المتحدة بالروح القدس النور النيري. ربنا بيقول لنا: وأحسن إليكم أكثر مما في أوائلكم فتعلمون إني أنا الرب. أنت ابن الله، ابن النور والنار. أنتم أبناء النعمة، لأن النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. فإلقوا رجاءكم بالتمام عن النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح، يعني ظهور المسيح الموجود فيكم بالنعمة للجميع. ليكن الرب هو رجاءنا، وليكن ظهوره أمام أعيننا، لأنه ليس ببعيد عنا بل يؤتى به إلينا. الرب قريب. لنتطلع إلى حقيقة مركزنا، إننا أولاد الأب السماوي كلي الصلاح كأولاد مطيعين، لا نعود بعد نسلك فيما كنا فيه أيام جهلنا. أنتم قديسين أبناء القدوس، كأولاد للطاعة نخضع لإرادة الآب القدوس، إرادة الله قداستنا، لأنه يريد منا نحن صورته أن نكون على مثاله، لنكون قديسين كما هو قدوس. أنتم أبناء القيامة والحياة، أنتم أبناء الحياة. صورة المسيح مش صورة آدم. أنتم أبناء الحمل المتضع الوديع. ثبت عينيك على العرش السماوي، خليك وديع وفي نفس الوقت نوري وناري زي القوات السمائية. عيش حياة السمائيين. يا أبناء الحياة، ثبتوا عيونكم على شجرة الحياة ونهر الروح القدس. دي فرحة ربنا بيك، لأن الله قد سبق فعينا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا إننا أولاد الله،
فإن كنا أولاد فإننا ورثة وأيضا ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه هنتمجد معاه، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. الابن وارث، في الابن القاصر والابن الوارث. الابن الوارث يرفض إن حد يسلب منه ميراثه في أبوه، وكل ميراث ليه حدود. فاكرين في سفر يشوع بعد سقوط أسوار أريحة يعني الذات والأنانية، وحرق عاي يعني مملكة إبليس، وصلب ملك عاي يعني إبليس، وقبل ما الشعب يرث الأرض وقف قدام جبلين، جبال عباله معناها كومة، كومة عدم أو كومة قديمة أو أجرد أو صخر، وكان الشعب يقول اللعنات لتجريد الشيطان بقوة صخرية من رئاسته وسلطانه، ودفن أتعاب الكومة القديمة العديمة النفع. وعلى جبال عبال ينطقوا باللعنات، لأن إبليس عايز ينقل عنك تخومك وميراثك ويرجعك البرية وتفضل عبد ليه، مش عايزك تمسك في ربنا وفي صليبه، ومش عايز ميراثك اللي هو في المسيح نفسه. لما كنت عايش في البرية كان فيه كومة بتملى حياتك من هموم وأتعاب وخوف وأحمال تقيلة لازم ترميها وتجرد إبليس من سلطانه في المسيح يسوع على الصليب، ويرجع ميراثك وترجع ليك الحرية والسلام، وتقرر إن إبليس لا يعبر تاني في أرضك، وهي دي تدوس الحياة والعقارب بكل قوة العدو وفي حصن إبليس، وشفناها في سر الغلبة والنصر. وقال الشعب إلى هنا أعنا الرب، يعني نصرنا ربنا، وتطلع على جبل جرزيم، وده معناه حياة الاستقامة والسلطان والاستيقاظ، ينطق بالبركات ببركة كنعان وأرض الروح، وتنطق بالتسبيح وتسمح لروح ربنا القدوس للحركة فيك وبيك، ويرفعك لميراثك يعمل فيك وبيك. بس لازم تنطق وتطلب، قوم في تراب الموت، اعلن ميراث، صدق إن الله القادر على كل شيء ساكن فيك، والروح القدس هيرفعك ويقويك ويملك بالحياة وبالمجد وبالنعمة والسلطان إلى حضن أبوك ميراثك. يعني إيه؟ يعني تصلب إبليس على خشبة شجرة معرفة الخير والشر، وإنت ماسك بقرون المذبح يعني الصليب تطلب معونة ربنا، وتحرق بنار الروح القدس كل عبادة في حياتك جسدية أو نفسية موجودة جواك ومش لربنا، وتبني مذبح للرب بجبل عبال فيظهر الزيتون أسفل الجبل، تبدأ تلاقي السلام والراحة، تقديم الشكر، ترفع قلبك للسماء، تلتقي بالله خلال الذبيحة، وتثبت العهد معاه، وتدخل على جبل جرزيم في نفس اللحظة ونفس اللحظة والوقت، ده جبل الاستقامة، مستيقظ وصاحي على ميراثك وليك سلطان الملك، وتجهز نفسك للميراث السماوي ميراث المجد. وبكده أنت اللي هتوصل بعد كده من بركات أبوك للأرض وكل الأرض، ولما تسمح وتقبل إن أبوك يشتغل فيك وبيك. يا رب أملك على قلبي وكل الكيان، وأرجع لصورة ابن الإنسان، أيها الصاعد لسمواتك ارفع قلبي لعرش نعمتك، واقبلني في موكب نصرتك، أعبر معاك وفيك الأبواب الدهرية، فأجد فيك السلام والراحة والحرية. من فضلك افتح أمامي أبوابك أيها القدوس، وحدك قدسني بروحك، فأتأهل للسكنة في جبلك وأثبت في موضع قدسك. يا رب الصباؤوت ملك المجد، اسكب بهائك على نفسي فتصير ملكة وتصلح لمملكتك. اقبلني برحمتك ومحبتك في ديارك السماوية، عرفني بيك وأعلن مشيئتك فيا أيها الآب القدوس. اصعد فوق الجبل، اعكس صورته فيك، هذه الصورة هي استعلان مجد أولاد الله، ويغير شكلك، مش هتصدق منظر التجلي فيك. اصعد وصدق إن نفسك تعكس صورة مجد الملك السماوي. لماذا أيتها الجبال المسنمة ترصدنا الجبل الذي اشتهاها الله لسكنه؟ بل الرب يسكن فيه إلى الأبد، مركبات الله ربوات، ألوف مكررة الرب فيها. الأنبا بولس الطموحي بيقول كن جبلا دسما قويا يحب الرب يسكن فيه، وتكون فيه مركبة الله ربوات ألوف مكررة، وتظهر رائحة بخورك الزكي في السماء،
يفوح عبيره وسط القديسين وتكون معينا للأرضيين، قويا وظافرا في الحروب، حتى يكمل عليك المكتوب إن جبل الرب يكون ظاهرا وجبل الرب يكون على رأس الجبال. فلتكن في هذه الكرامة أيها المجاهد، فتحظى بإكليل الفرح من الرب لأجل أتعابك. اصعد الجبل. يعني إيه صعود؟ معنى الصعد شخص متحرك من حالة لحالة، وكلمة إصعاد في الكتاب المقدس مرتبطة بإصعاد الذبيحة، ذابح الحمد يمجدني. الصعود كمان في اليوناني كان مربوط برفع الإيدين، ارفع إيدك في الصلاة فهي شلل، افتح فمك وسبح بالمجد الربنا، أنت المستفيد، ده ليك، ينتقل المجد منه ليك. الصلاة ترفعك وتصعدك وتحملك أمام ربنا وقدامه. أنت واقف قدام ربنا بالروح الساكن فيك والروح المحوط بيك، فيكتب طرقه في قلبك، يعلن ليك عن مشيئته، تتغير لصورته. هو ده تغيير شكلك بتغيير ذهنك. اسجد أمامه، هو اللي هيغطيك ويلبسك إكليل المجد. أنت صاعد، الحركة تكون إزاي؟ وأنت صاعد الحركة هتكون إزاي؟ خف رجليك زي الأيال. حبيبي هو شبيه بالظبي. اركضوا الجداول المياه إلى الله ينبوع الحياة، الينبوع الذي لا يجف أبدا، الينبوع الذي من يشرب منه يروي الظمأ الداخلي. طبيعة الأيل مش بيخاف من الحياة، إنها تجتذب الحياة الخروج من جحرها عن طريق أنفاسها الخارجة من مناخيرها، وذلك عشان تقتلها وتمزقها. وإنت صاعد خف رجليك زي الأيال. ومع ذلك فإذا ما سرى السم الخارج من الحياة وألهب جوفها، فإنه إن لم يقتلها لكنه يجعلها في ظمأ شديد. تشتاق لجداول المياه صافية ورطبة تطفي نيران السم الذي سبب لها العطش. هكذا الحياة هي الرذائل، دمروا حياة الشر فتعطشون وتشتاقون بالأكثر إلى ينبوع الحق الحقيقي يسوع المسيح. الأيل فإنها استجول كقطيع أو تسبح في المية لكي تبلغ منطقة أخرى في الأرض، تسند ثقة رؤوسها على بعضها البعض بحيث يقودها واحد ويتبعه الآخر، وقد ألقى الكل برؤوسهم عليه بالتتابع حتى آخر القطيع. لكن إذا ما تعب القائد الذي يحمل أثقال الرؤوس يعود إلى المؤخرة ويستريح من تعبه، يسند رأسه على الأخير في تواضع ويترك القيادة الآخر بمحبته. أليست الأيل بهذا تنفذ الآية احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح فيكم؟ شايفين جمال الأيائل؟ ما بتخافش من الحياة وبتتضع، ولما بيمشوا مجموعة كلهم مع بعض بيشيل كل واحد أثقال الآخر. احسم أمرك واعبر معاه زي الأيائل، اسبح في مياه النعمة الإلهية، انهل من مياه الروح القدس فتنال قوة الروح. الأيل في ولادته صعبة، ولكن بعد ولادتها تستطيع الإلحاق بالقطيع بعد ساعات من ولادتها. تستخدم كمان الأيائل أحسسها المرهفة ومعرفتها بحدود سكنها وسرعتها في تجنب الأعداء. الأيائل بتاكل نباتات وبيحب أكل الأيل للحمها الحلو وريحتها الجميلة الأسد، فأول ما بيشوف أسد تجري أيضا المياه لتخفي رائحتها فيه. أيائل المسك ينسب الاسم لهذه الأيائل المادة الزيتية اللي بتيجي من البطن، والمادة دي بتستخدم في صناعة العطور. شايفين جمال الأيائل؟ حتى المادة اللي بتخرج من بطنهم ليها ريحة المسك. حاجة كمان، قرون الأيائل قوية، ما بيخافوش لا من الحياة ولا من حد. في مزمور 16، أمامك شبع سرور، وجهي يسير قدامك، وجه الحكمة والفهم، وجه القوة والمشورة، وجه المعرفة والإعلان، في الوجه إعلان ومشورة ومشيئة ومعرفة، ومخافته هو روح الرب.
أعبر الموت بسرعة، أعبر في وسط الكروبيم والشيوخ، أعبر للعرش، أعبر لجبل صهيون، أعبر لحضن الآب، خليك زي الأيائل، أعبر بخفية، أعبر على الصخر بحساسية الروح، حس بالروح القدس في السماء، أصرخ يا أبا الآب، صوته بيخلق، صوته بيناديك، صليبه يعبرك، ثبت عينيك عليه وأعبر وتغير من مجد المجد في وجه يسوع المسيح لحضن الآب ومعرفة مشيئته. كن كالظبي أو كغفر الأيائل على جبال الأطياب. إلهنا طيب ومليان أطياب. ثبت عينيك عليه، انقل المجد للخليقة كلها وأولاده، ستراه يكلل رأسك بإكليل المجد. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى، هو إكليل الرعاة والقادة الروحيين وكل من أؤتمن على رعية وكل خدمة يعطيها لك الله في مدارس أحد أو كنيسة أو أسقفية أو غيرها أو حتى في الأسرة، لابد أن يكون راعي صالح مثال سيده المسيح لينال من المسيح إكليل المجد، وأيضا بيفوز بالإكليل ده الأمهات اللي بتربي أولادهم في البر وتثبتيهم في الإيمان والمحبة والقداسة مع الطاعة. ثبت عينيك عليه وإلبس إكليل المجد. يا أبناء الله، أنت الكنيسة، الهيكل، أجناد سماوية، عروس، ملوك وكهنة، مدينة حصينة فوق جبل. أبناء الله عارفين إنهم ملكه هو مش ملك أنفسهم. القيادة للرأس هو المسيح وشكلهم شكله. روح الله يعمل فيهم بفرح ويضع طرق الله في قلوبهم النقية. أفكارهم أفكاره، سمعين صوته، عينيهم ثابتة عليه، إيديهم مرفوعة ليه، ساجدين وواقفين قدامه، صارخين يا أبا الآب، عايشين في قلبه يعلن ليهم مشيئته فينفذوها بفرح وسلطان. عملهم صانع السلام، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. الآب يعلن مشيئته فيك فتنفذ وصيته، وغاية إيمانكم خلاص النفوس. أمين. اسمحوا لي أرفعك أسبحك أباركك أشكرك يا إلهي العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إلهي العظيم القدوس، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والآتي، قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة والكرامة والسلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة يا إلهي العظيم. أمين. هشوفكم المرة الجاية بنعمة ربنا.